اللحظة الأخيرة. إذن سيداتي يا نساتي وسادتي، تتابعون ثامن أشواط هذه الأمسية وآخر الأشواط هنا على مسافة 2200 متر على كأس مركز البحرين للمجوهرات، سباق توازن من 80 فأدنى لعمر 3 سنوات فأكثر مستورد الصدارة تأتينا منذ البداية هنا لصالح أحد الشعارات لشعار المحمدية ريسنج ويكودي بي باي هيروز للمحمدية ريسنج وجيسون واتسون في القيادة، فوزي ناس في الإشراف والتدريب، وكذلك الوصافة تأتينا من خلفه تماما هنا بأحد الشعارات بشعار علي جعفر درويش بورت دوغلاس الذي يتواجد، ومارشل سياريس في القيادة جعفر درويش في الإشراف والتدريب، وكذلك الحضور من قبل الشعار فيكتوريوس روز كوزوف الذي يتواجد مع مونس السيابي من خلفهم تماما، ويوسف طاهر في الإشراف، والتقدم يأتينا من قبل الحضور لصالح ريترن أوف ذا ماك الذي يتواجد مع علي حسين وأسامة هاشم في الإشراف والتدريب، وكذلك من السياج الداخلي الحضور والمرور وايلد هيرو الذي يتواجد هنا بشعار اتش بي ار ريسنج وقيادة حسين اصغر حارب المالكي في الاشراف والتدريب. نعود للصدارة، نعود المتصدر ويكودي باي هيروز هو المتصدر الوسمي، يسير بأرياحية تامة في المنتصف يحضر، ولكن نعود للصدارة ويكود باي هيروز هو المتصدر، وهنا ألاحظ المتابعة والمرافقة تأتينا من قبل شعار اتش بي ار ريسنج من الجهة الداخلية، ريتن اوف ذا ماك تواجد شعار علي جعفر درويش لا زال ثانيا، التقدم من محمد جميل مع باور ستيشن وبشعار راشد سندقيت، يوسف البوعينين في الاشراف والتدريب، هنا الاوضاع حتى الان تسير لصالح ويكود باي هيروز هو المتصدر، هو الذي يقود الركب في الخط المستقيم، وكذلك هنا شعار اتش بي ار ريسنج هنا بدا يتقدم ويسيطر، بدا يسير ويطير، وكذلك المحاوله قادمه وقائمه من قبل روز كوزف مع مونس السيابي، ولكن سار وطار وحول نحوه الانظار هذا الوسمي، هذا شعار المحمدية ريسنج، هذا الخطير، وكذلك إبرستار القادم، إبرستار، ولكن يبقى الوسمي صاحب الانتصار ويواصل مشوار الانتصارات، يسيطر ويجتاح، يكتسح واي اكتساح. Let's grab a word with the winning jockey Hector. Great double this week. Yeah, it's always lovely to come to Bahrain for Sheikh Sultan, and I'm lucky to have come away with two winners. Yeah, the horse is just improving between race and race. Yeah. Yeah, he's in fantastic form, this horse. He's very straightforward. He's a jockey's dream. He settles. He quickens when you ask him, and he doesn't do too much in front. Hopefully he'll keep progressing. How did you see him about the distance, about his performance this day? Yeah, look, the distance is spot on for him. He's a 2,000 meter horse, 2,200 even. And he's only going to improve, so hopefully there's a few more races in him. Did you think the base it suits the horse also? Yeah, we went a nice even gallop. We slowed it up down the back, and I was always travelling well. He's very, very straightforward. Well done and congratulations, Hector. Thanks, Nasser. Thank you.